بارك الله فيكم. في رسالته الأخيرة يقول: ما هي الحكمة في الحج أو العمرة؟ الحكمة أن الحج ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام لا بد من أدائه على المستطيع. كذلك العمرة فهي تعبد لله سبحانه وتعالى. الحج والعمرة عبادة عظيمة لله، وهي عبادة مالية وعبادة قولية، عبادة مالية وعبادة بدنية. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أحمد عين با الرياض، مقيم بالمملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: ما معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم؟ وما هي صفة حجة الوداع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فمعناه وجوب اقتداء الحاج بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج، بأن يتعلم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الحج وأقواله، ويقتدي به في ذلك. هذا معنى قوله: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني أحكام حجكم وعمرتكم فافعلوا مثل ما أفعل. وهذا خطاب لمن كان معه ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة. يجب على كل حاج أو معتمر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك. من كان معه من الصحابة فإنهم يشاهدونه ويرونه عليه الصلاة والسلام ويتابعونه، ومن يأتي بعده فإنه يعمل بالأحاديث الصحيحة الواردة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها ويعمل على موجبها. وإن كان لا يستطيع ذلك فإنه يسأل أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه وليبينوا له. على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فهذا دليل على أن أعمال الحج توقيفية كسائر أنواع العبادة، فإنها توقيفية لا يقدم على فعل شيء منها إلا إذا ثبت في الكتاب والسنة أنه مشروع وأنه عبادة. نعم، يقول: ما هي صفة حجة الوداع للرسول؟ أما صفة حجة الوداع فوصفها يطول، نعم، ولكن على القارئ أن يراجع الأحاديث التي وردت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها حديث جابر، الحديث المشهور الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. نعم.